السلام عليكم. ده مثال ازاي نضيف كونكشن بين العناصر. طيب مثلا انا عايز اضيف مثلا حاجه هنا، وليكن مثلا عايز اضيف مثلا بلات في الحته ديت، فممكن اقول له انا عايز ارسمها في الجزء دوت، فاقول له سيت واقول له بيك ابلان، واروح مختار بقى ان انا هرسم في الجزء مثلا في الجزء دوت، واقول له انا عايز ارسم مثلا في الجزء دوت، وممكن تيجي تظبطه بالشكل دوت. اوكي اهوت. طيب عايز ابدا اركب هنا مثلا ويلت، بقول له مثلا بين ده ودوت، وبعد كده اختار الحافه اللي انا عايزها بالشكل دوت، وتقدر تعمل سيلكت هنا وتختار الخصائص اللي انت عايزها. طيب ولكم مثلا انا عايز ارسم برضو بلات هنا في الحته دي كده، فهقول له انا ست بيك ابلان، ونختار مثلا من الجزء ده كده اهو، وهقول له انا عايز ارسم بلاك من هنا ليه هنا. طيب انا هعمل سيلكت كده دول، واقول له عايزهم اشوفهم بالشكل دوت. طيب انا عايز اعمل دي تعمل لها ميرور الناحية التانية، فهاجي هنا اقول له ميرور، وابدأ احاول اختار خط كده يكون في المنتصف. ممكن تقول له ميرور مش راضي، ممكن نعمله على الخط هنا مثلا، اقول له كوبي من هنا هنا. هعمل سيلكت كده واقول له كوبي، وهنسخ من هنا لهنا بالشكل دوت، وبعد كده ممكن اقول له عشان في شتت بالشكل دوت اهو. طيب دلوقتي هقول له بقى انا عايز اعمل من ستيل، عايز اعمل بولتس اضيف المسامير ديت، هقول له هنا وهنا وهنا الثلاثه دول، انتر، وبعد كده هبدا اختار اني جزء اللي هرسم عليه، وهرسم المسامير المكان بتاعها هيبقى بالشكل دوت. تقدر تتحكم في المسافه من هنا لهنا قد ايه والمسافه دي قد ايه، وبعد كده اوكي هلاقيه هرسمهم لي بالشكل دوت. تقدر دلوقتي تعمل سيلكت على دول وتتحكم بالستاندرد اللي انت تمشي عليه، انا واحد الجريد قد ايه، الدايمتر قد ايه، المسافات اللي بينهم قد ايه، عددهم ممكن تخليهم مثلا 3 في 3 مثلا زي ما انت عايز. عمت